لا زالت الكثير مختفين. طبعا مصير بهزات دورسون حتى الآن مختفي، لا زالت موضوع سبعة ضباط كرد انضموا إلى الثورة لا زال مصيره مجهولا. هناك اعتقال مستمر، يعني ظروف قاسية إرهابية نفسية على المعتقلين من تعذيب وأيضا سجنهم في زنازين فردية، وأمثلة كثيرة منهم من أفرج عنهم ومنهم من اعتقل لا زال، وأسماء موجودة كثيرة طبعا، وهناك دائما بيانات تصدر في هذا المجال. يعني العملية اختطاف وتجنيد الناس لا زالت جارية طبعا، وإن إلى حد ما في الفترة الأخيرة خف إلى حد ما، ولكن الفكرة موجودة ولا زالت ملاحقة السجناء مناضلي مجلس الوطني وحتى الصحفيين. يعني الحياة السياسية والحرية معدومة، كل من يخالف فيده فيفون مصيره سجن أو الإبعاد، لذلك ينادون باسم الديمقراطية، في الحقيقة هم ضد الروح الديمقراطية ولا يسمحون أبدا بالتعبير السياسي ولا كما شرط. يعني كما أقول لا زال المكاتب المجلس الوطني مغلقة، يعني في كل مناطق الكردية لا يسمح لهم بفتح، والمجلس الوطني الكردي يمارس نشاطه في بيوت الناس عقد اجتماعاتهم. أعتقد انسحاب الأمريكي بتصوري لن يكون انسحابا سريعا، هناك انسحاب تدريجي وكما أكد عليه الرئيس الأمريكي وحتى البنتاغون وجهات السياسية في الإدارة الأمريكية، سوف يكون هناك على مراحل. بالتأكيد أمريكا وجودها هي لا يمكن حل الأزمة السورية بدون أمريكا، لأنه القضية السورية قضية دولية بامتياز، ليست قضية سورية فقط، هي قضية دولية تناقش في مجلس الأمن وبقرارات مجلس الأمن، يجب أن تحل قضية سورية بمجملها. لكن انسحاب الأمريكي تأكيد هناك أسئلة، من يملأ الفراغ؟ نحن المجلس الوطني الكردي نرى أن يكون هناك قوة بيشمركة، طبعا هذه القوة بيشمركة تدربوا بإشراف تحالف الدولي، هؤلاء الشبان والشابات هربوا من بطش بشار الأسد أثناء الخدمة الإنزامية وتدربوا في أقليم كردستان، هؤلاء أجندتهم أجندة وطنية سورية وأجندة قومية كردية من أجل مصلحة سوريا جميعا. لذلك نحن من خلال لقاءاتنا ومن خلال تواصلنا مع روسيا ومع أمريكا ومع تركيا ومع فرنسا نريد أن يكون هذه القوة بيشمركة هو أن يعودوا إلى هذه المنطقة وحماية أبناء المنطقة، بالإضافة أيضا مناطق أبناء المنطقة أنفسهم أيضا من العرب والتركمان وآشور السوريين، أيضا هذه المنطقة يجب أن يدار من قبل جميع أبنائها، لن تكون حكرا على فئة أو فئة ثانية. وكما تعلمون البيشمركة روج آبا كان دائما جاهزا للدخول، ولكن كان يعطى لن يوافق عليها بيادة، كان يمنع من دخوله، وتصريحات مسؤولي بيادة دائما كانت بالضد من دخول هؤلاء البيشمركة.